وكأنها مركز استعجالات. نلقوا 3-4 التلاميذ الداخل، 4-5 التلاميذ خارجين من عند الباب، 5-6 لا يقولوا صوروا تيجوا تصوروا أصحابكم ويروحوا، وكأنها استعجالات. علاش؟ من القلق يرى بإشاعة التنمية. حنا راني عطيتكم إحصائيات من مديرية الصحة والسكان للسنة الدراسية 2020-2021، تعطيني حالات قلق تترجم من خلال بعض الأعراض. بعض الأعراض اللي أغلب التلاميذ نقولوا 90% من التلاميذ نقولهم يعانون من التوتر الحاد. 82% عندهم اضطرابات في المعدة، حالات إسهال، ألم معدة، حموضة، حرقة وغيرها. 65% من الحالات هي تعاني من الصداع، كاع صامدون يضرهم. وحقيقة ما نقولوش التلاميذ هم يلعبوها، بس كاين بعض الأشخاص يقول لا راه يلعبها. لا، حقيقة راني أعاني من هذا الألم، ألم فظيع لدرجة أن هذا التلميذ المسكين يولي ما يقدرش يشوف، الضوء يولي ضره، يولي ما يقدرش يقرا في النور، كلمات يبدو تدخل ضره من شدة ذلك الألم الفظيع. أيضا نلقوها نوبات هلع، يجي يبكي خايف يرجف، وما عاد ما حطوش سوجي. 35% عفوا شعور بتعب وإرهاق، إيا بقوة، هذا عندهم باتري، وهذا باتري راح تتشارجا. خاصة إذا ما كانش إعادة شارجي هذيك الباتري، لأنها تعين على الإجابة في ورقة الامتحانات. 15% من الحالات الأخرى تتمتع بحالات الإعماء، حالات البكاء، النسيان، ولا حالات الكف. كاين التلاميذ يجي كيجي على كيفهم يقول لك بروكي، ما كاينش من هنا يجمع هذه كلمة بروكي ولا نسيت، ما كاينش من هنا هذه كلمة نسيت. أنا نقول لهم المعلومة كي تدخلها نيشان في مخك نشبهها بعلبة قاصة، عرفتي في هذه المعلومة بشكل جيد، ما ضيعتهاش في دار كيفها في العلبة، بنات في العلبة، نهار الامتحان كي تحل العلبة غادي تجبد لك المعلومة بطريقة سهلة، إذا أنت ما دخلتش المعلومة بطريقة صحيحة، بين اللي تقطعك فيها، وين أنت دخلتها بطريقة صحيحة.